ألذ وأسرع رز بلبن مصري، هي دي وصفتنا النهاردة، ومعاكم دينا، ويلا بينا ندوت. في حلة سخنة على النار هحط فيها كوبايتين ونص من المية، طبعا لسيبهم لحد ما يغلوا خالص، وهنزل بيهم بكوباية واحدة بس من الرز. المية دي هستخدمها علشان هسلق فيها الرز، سلق جامد جدا 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 علشان اقدر استخدمه في الرز بلبن بتاعي. تمام، هتغلي المية كويس قوي والرز لحد ما في الاخر يبدأ كده يخش في طور ان هو ايه، نقول عليه متعجن احنا بلغتنا كده، يعني يستوي جدا 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 وما يبقاش ناشف خالص، يبقى طري. والرز من الحاجات طبعا لما بتتحط في مية يا جماعة وبتتسلق بتعمل حاجة زي النشا وبتدي التخينة اصلا لوحدها، بس طبعا انا هستخدم النشا برضو معايا في الوصفة دي. هيفضل الرز يغلي، هنزل عليه بالسكر. السكر طبعا حسب الرغبة، يعني في ناس بتحب الحاجة مسكرة قوي وفي ناس بتحب الحاجة مش مسكرة قوي، تمام؟ فدي على حسب انتوا عايزينها ازاي، دي مش متقيدين فيها بمقدار. هفضل اقلب برضو لحد ما الرز بتاعي يبدا التخانه بتاعته تظبط معايا ويستوي خالص. بصوا لو تلاحظوا كل ما بقلب كل ما بحس ان التخانه بتاعتي بقت افضل واكتر. تمام، هفضل اقلب زي ما انتوا شايفين كده، اوكي، لحد ما احس ان الرز بتاعي استوى خالص خالص، يكون زي ما قلنا اتعجن او اتهرى، تمام، لانه طبعا ما بيبانش. وبحط اللبن عليه. في كوبايه بقى فاضيه هنا هحط معلقتين من النشا، معلقتين شاي كبار من النشا، وهدوبهم في ميه ساقعه. النشا يا جماعه للناس اللي ما تعرفش من الحاجات اللي ما بتدوبش في الميه السخنه، يعني ما ينفعش انزل بالنشا على الرز وهو بيغلي، لازم هحطه في الاول بره في كوبايه ميه ساقعه دافيه، يعني من الحنفيه فتره، والخبطه فيها الاول، وبعد كده احطه على خليط الرز. تمام، قبل ما احط النشا بتاعتي هنزل باللبن. اللبن ضعف كميه الرز، يعني لو حطيت كوبايه رز هحط كوبايتين من اللبن، كوبايتين من الرز، اربع كوبايات من اللبن، وهكذا. فهنزل من اللبن بتاعي بنفس المقدار اللي انا قلت عليه ده اللي هو ضعف الرز، طبعا انا مكيلاه وعارفه المقدار بتاعي عامل ازاي. كده الرز معايا استوى، هنزل باللبن بتاعي على خليط الرز بالميه بعد ما الرز استوى تماما، وهنزل بقى كمان بالنشا، وهحط طبعا الفانيليا اللي بتديني الريحه الجميله جدا بتاعه الرز بلبن بتاعي. اوكي، هنزل اهو بالنشا اللي انا دوبتها بره، وطبعا مش مزوده نشا قوي، وطبعا دي معلقه الفانيليا او نص معلقه فانيليا، وفي ممكن فانيليا سايله طبعا اللي عندك. دي بقى التكه اللي هتغير بجد طعم الرز بلبن جدا، كيس ويبنج كريم زي ما انتوا شايفين كده، ده بيخلي الطعم يا جماعه تحفه تحفه تحفه، احلى كتير ما يتعمل من غير. اوكي، هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها عفوا هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها كده لحد بس ما الويبنج كريم يختلط تماما بالرز بلبن بتاعي. اوكي، ريحته حلوه قوي قوي قوي، سهل جدا، مش هياخد منكم بجد على البوتاجاز 10 دقائق تحضير بقى طبعا ما الرز يستوي كله على بعضه لحد ما يغلي، لحد ما ملاقيش اي خالص كلاكيع خاصه بالويبنج كريم. دي معلقه قشطه، يعني اللي عايز يحط قشطه تاني اوكي، مش عايز هو حر، يعني دي اختياري. في حاجات اختياريه وفي حاجات بجد بتغير في الطعم، زي كده كيس الويبنج كريم. استخدموا طبعا اي ماركه انتوا عارفينها، مش شرط ماركه دريم، بس انا بحب منتجات دريم كويسه في الحاجات اللي زي كده بصراحه. هقعد بقى اقلب لحد ما احس كده ان خلاص تجانس وكله تخن معايا والنشا دابت وكل حاجه تمام، وابدا اغرف بقى في احلى اطباق عندي زي ما انتوا عايزين بقى، عايزين تحطوها في اطباق كبيره، عايزين تحطوها في كاسات، كل واحد بقى زي ما هو متعود. وطبعا بالنسبه للذوق الخارجي اللي هو بيبقى فوق ده برضو كل واحد على حسب هو بيحب ايه، يعني انا مثلا بحب القرفة وبحب الزبيب، في ناس بتحب تحط جوز هند، في ناس بتحب تسيبه أبيض من غير أي خالص حاجة فوقيه، طبعا دي حسب حريتكم الشخصية. هنا بعد ما حطينا رشة القرفة والزبيب، أنا عن نفسي بحبها قوي كده، وبقى عندي أحلى رز بلبن، كميته حلوة جدا، يعني الكمية اللي انتوا هتعملوها دي هتعملكوا حوالي 10 أطباق كبار. الطبق ده كبير على فكرة، ممكن تكون الكاميرا مش مبينة بس حجمه بالظبط ايه، لكن هو كبير. تمام، شايفين طعمه حلو جدا، حكايه بجد، احلى من المحلات 100 مره، وانضف وزي الفل. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير علشان خاطر يوصلكم كل جديد،
اهتموا بس باللايك والسبسكرايب علشان دعم يعني بدعمكم طبعا القناة هتكبر وتبقى أفضل وأفضل وأفضل. يا رب يكون الفيديو حلو وعجبكم وسهل طبعا إن شاء الله. جربوه نفذوه، اكتبوا لي في الكومنتس لو عجبكم، ولو حد عنده أي حاجة برضو معلومة ممكن يضيفها ويفيدنا بيها يبقى طبعا كتر ألف خيره. شكرا لحسن استماعكم، وثانك يو، يا رب يكون الفيديو حلو وعجبكم. شكرا.